الدوري. لكن انا عايز اقول عليها يا كابتن، يعني بص النادي الاهلي دايما تشعر انه محطوط تحت ضغوط طول الوقت، طول الوقت في لعبه تحت ضغوط. انت لو بصيت على النادي الاهلي في اخر 4 شهور لعب في 7 بطولات، و7 بطولات كلها بتطالبه ان هو يفوز بيها. يعني كان بيفنش الدوري السنه اللي عدت وبيفنشه بشكل جيد، والسنه دي بيبدا الدوري ومطالب انه يفوز بكل ماتشات عشان ينافس على الدوري. بين دوري الابطال السنه اللي عدت من اول ما مسك موسيماني النصف النهائي والنهائي، وبعد كده خلص وبيبدا دوري الابطال بصعوبات كبيره جدا، ادي بطولتين وادي بطولتين، وراح كاس العالم للانديه ومباراه الكاس امام طلائع الجيش ومباراه الكاس امام طلائع الجيش. فالحقيقه دايما الاهلي خلاص هو قدر النادي الاهلي كده، وجمهوره لا يقبل الا بكده. فعلينا برضو، يعني انا مش بقول مبررات، لكن في النهايه دي ظروف بتحيط بالنادي الاهلي. هذه الظروف لا علاقه لها باللي حدث في المباراه الاخيره بدات فيها كلوب، زي ما كنت تكسبها باي شكل واشكال وباكبر عدد من الاهداف، بعيدا كمان عن الخطا التحكيمي الواضح اللي حصل اللي ملوش اي منطق ولاش اي علاقه ركله الجزاء الوهميه اللي احتسبت على النادي الاهلي. لكن في النهايه في ضغوطات كبيره جدا بيعيش فيها النادي الاهلي وتعيش فيها لعيبه النادي الاهلي، لازم ناخدها في الحسبان. هذه ليست مبررات، لكن دي حاجات برضو موجوده يا جماعه في كره القدم. اكيد يعني اكيد موجوده، ودايما النادي الاهلي وكل لعيبته دايما تحت ضغوط، حتى تحت ضغوط يعني، بس ضغوط كبيره يا كابتن. ضغوط كبيره بجد يعني، انت وتشعر ان كل مبارياتك نهائيات ولابد ان تفوز بيها يعني، وده خلاص مطلوب، انت فريق كبير وبتلعب على هذا الشكل. فعلى اللاعب اللي بقى في النادي الاهلي لاعب يكون يتحمل الضغوط، والمدرب اللي بيدرب النادي الاهلي لابد ان يكون بيتحمل الضغوط، المدرب اللي بيدرب النادي الاهلي لابد يكون عنده قدره على استيعاب ده كله، وعارف ان في عدد كبير جدا من اللعيبه، وعنده عدد كبير جدا من اللعيبه يقدر يعمل الروتيشن بتاعه ويستفيد من اكبر عدد من اللعيبه، ويقلل الضغط عن ده شويه ويزود عن ده. اكيد ده شغله المايسترو اللي بيتحكم في الامور يعني.